السلام عليكم أيها الأصدقاء. السؤال رقم 103، من هو الملحن الذي كتب السيمفونية التاسعة؟ الخيارات: بيتهوفن، شومان، تشايكوفسكي، أم موزارت؟ الجواب هو بيتهوفن. بيتهوفن عازف وملحن ألماني، ولد في مدينة بون الألمانية، وهو الذي كتب السيمفونية التاسعة. أما عن الخيارات، شومان هو أيضا ملحن ألماني، تشايكوفسكي هو ملحن وعازف روسي، أما موزارت فهو أيضا ملحن وعازف ألماني. والسلام عليكم.